الحب، صباح الأمل، صباح يوم جديد، صباح كل شيء فيه تفاؤل، وهذا التفاؤل يلي دايما كل يوم ومثل كل نهار لازم نزرعه لحتى نبدأ نهارنا بالصورة الصحيحة وهي الصورة الإيجابية. اليوم موضوع حلقتنا جدا مميز مثل بقية المواضيع، ولكن اللي بيختلف انه ما رح نحكي عن علاقة الرجل بالمرأة السلبية، اليوم رح نحكي عن الامور الايجابية. لما بنكون عم نقول الامور الايجابية بقصد فيها عن العشق. شو يعني عشق؟ وليه سمي بالعشق؟ لانه لما يكون في حب حقيقي، ولما يكون في حب صادق، لما يكون في حب بيجمع اثنين بكل اخطائهم بكل سيئاتهم، نحن هون فينا نقول وصلوا لمرحلة العشق. العشق هو التسامح، العشق هو الحب الحقيقي، العشق هو لما نحن نغفر لأشخاص منحبهم موجودين بحياتنا، وخصوصاً عم بحكي طبعاً عن شخص واحد ولكن عم بجمل الكل. لما نقول عشقتك يعني أنا عشقتك، يعني أنا روحي لألك، يعني أنا ممكن أفديك بوقتي وبحياتي وبدمي وبقلبي وبإحساسي كرميل لحظة حب حقيقية. العشق موجود ولا مش موجود؟ أسئلة كتير بتنطرح بهذا المجال، ولكن بيبقى السؤال الكبير والأهم والأساسي إنه هل في شخص بيعشق صح؟ هل في شخص بيعرف شو يعني العشق؟ بعرف كتير من القصص اللي مرت بحياتنا يمكن افترقوا لأسباب جدا تافهة، لأسباب لا تذكر، افترقوا لأسباب إنه أنت ما بتفهميني وأنا ما بفهمك. ولكن اللي ما بتعرفوا إنه كل شخص عنده صفاته، كل شخص عنده طريقته بالتعبير عن الحب. إذا كان السبب بالفراق هو إنه أنا ما بفهمك وأنت ما بتفهمني، هذا منه عشق، هيدي علاقة عابرة إذا فينا نقول، لأنه كل شخص عنده طبائع خاصة فيه، عنده طباع وعنده أفكار وعنده طريقة تفكيره. إذا نحن ما بدنا نحترم هذا الشخص اللي عنده هيدي الطريقة أو هيدا الأسلوب بالتفكير، يعني نحن ما بنحبه. لما نحب سلبيات الشخص نحن وصلنا لمرحلة العشق، لما نحب أخطائه نحن وصلنا لمرحلة العشق، لما نسامحه نحن وصلنا لمرحلة العشق. وبيبقى السؤال، هل في عشق ولا لا؟ الجواب عنكم. خلونا ننتقل إلى الفقرة الثانية مشاهدينا، وإلى فقرة الأبراج لنحكي أكثر شو الفلك مخبيلكم لليوم. نبدأ أنا وياكم أعزائي مع مواليد برج الحمل. عزيزي برج الحمل، ممكن تشوف حالك بمواقف حرجة وبتشعر بهيدي الأثناء بالضعف. طاقتك بتتزايد بالتأكيد، لكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعال. توخى الحذر إذا أردت أنك تحرز تقدم على حساب الآخرين، فهذا التصرف طبعا ممكن يخلق العديد من المنافسين والمعارضين. مثل أنا وياكم إلى مواليد برج الثور. عزيزي برج الثور، لازم تستعد لمواجهة مشكلات جديدة. الأمور منا جيدة بمكان العمل، وأنت بتقدر أنك تنجز مش أكثر من القليل إذا فينا نوصفها بهذا التوصيف. ما تخلي شيء يخوفك، هيدي المراحل يلي رح تمر فيها ممكن تأثر سلبا على حياتك، ولكن بحياتك الخاصة أنت بحاجة إلى دافع جديد، لأنك عم تشعر أنه العلاقات مع كل الأشخاص اللي حولك عم تفقد رونقها. إلى مواليد برج الجوزاء، الأمور اليوم بتكون بمكانها السليم، وخصوصا مع من حولك ما بتحس إلا بكل حماس وحيوية. بالعمل بتنجز كل شيء بتحتاج له، وبيكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة والبناءة وبمكانها الصحيح. إلى مواليد برج السرطان، ما فيك تتغلب على العقبات إذا ما كنت عم بتحطها قدامك وعم بتحاول تلاقي لها حلول بالطريق السليم. لازم تغير مدخلك وتتوصل إلى استراتيجية جديدة، وما تسمح للآخرين أنه يدخلوا عبر هيدا المدخل، وخصوصا يساهموا بتغيير رأيك أو خططك. إلى مواليد برج الأسد، صحتك الجسدية والعقلية بأحسن أحوالها. ما تخلي اللحظة تمر من دون أنك تسعى وراء أفكارك. رح تكسب المؤيدين يلي رح يشاركوك بالأهداف، وبإمكانهم المضي قدما نحو الأفضل.
إلى مواليد برج العذراء، الوقت مناسب لجميع العلاقات الشخصية سواء كانت جديدة أو قديمة. رح بتشوف أو بتتواصل مع أشخاص ملهمة وغنية بالأفكار الحلوة والإيجابية، لكن ما لازم تفكر فقط بالمزايا يلي رح يجذبها هؤلاء المعارف، ولكن حاول أنك تتفاعل أيضا على المستوى العاطفي، وإلا رح بتكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة كتير. إلى مواليد برج الميزان، رح تشعر بالراحة التامة وخصوصا بما يخص ذاتك والأمور يلي بتقوم فيها. بيظهر عليك هذا الجو وبتتنقل من محل إلى محل. استغل الفرصة لتتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. لازم تكمل خططك بأفكار الآخرين، ولازم تباشر بالعمل بطاقة مركزة وخصوصا بالأيام المقبلة. ننتقل أنا وياكم إلى مواليد برج العقرب. يبدو أنه حان الوقت أخيرا أنك تنفذ أحلامك وتحل الأمور بكل شجاعة، ورح تتمكن من تغيير ليس فقط بحياتك الشخصية ولكن أيضا بحياتك المهنية، وقد تكون أيضا نموذج يحتذى فيه. إلى مواليد برج القوس، بيلعب القدر لعبته معك وبتشوف حالك أمام موقف ما كنت بتتوقعه أبداً، لكن ما لازم تخاف ولا تبالي. إن كان باستطاعتك تتوقع شيء حلو، لازم تغيب ملذات الحياة، وخصوصاً أنك حدا دايماً بينعي حظه ودايماً بينق، لذلك حاول أنك ما تشعر بالأسف لمصيرك، بل حاول أنك تشوف وتفكر بالحياة شو مخبية لك. إلى مواليد برج الجدي، بتشوف أمور جدا إيجابية وخصوصا اليوم، وبتشوف أيضا سهولة بالتعامل الإيجابي مع الأشخاص بالوقت الحالي. الكل الأشخاص اللي حواليك بيبينوا أنه هن منجذبين لك، وخصوصا أنك شخص مؤثر وإيجابي، وأيضا بتصير بتفكر بالطرق الإيجابية بما يتعلق بمستقبلك ويلي أنت ناطره. إلى المولود ما قبل الأخير برج الدلو، عزيزي برج الدلو، رح بتعم أجواء من الارتياب وبيستوجب هذا الموضوع منك اتخاذ موقف حاسم. رح بتشوف حالك حاليا بصعوبة بالتخلي عن طريقة تفكيرك المعتادي بالرغم من العواقب السلبية، رح بتكون أيضا نوعا ما إيجابي ومتفائل. حاول أنك تكون متفتح على كل المصاعب والعرائيل وتاخذها بليونة وبسهولة. إلى المولود الأخير مواليد برج الحوت، تغمرك الحيوية والنشاط وبيغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بإيدك لكنت يمكن رحت عملت مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي، ولازم دايما تجرب أو تفكر بالأمور يلي رح تجي بالمستقبل القريب، وخصوصا أنك ممكن تفكر بسفر وتغادر بهذا الوقت إلى بلد يمكن هيك تحس فيها بارتياح أكثر. لهون بنكون وصلنا مشاهدينا لختام فقرة الأبراج، ورح نتوقف مع فاصل قصير لننتقل من بعدها إلى المصمم العالمي إلي فارس لنعرف أموره ونعرف أخباره ونعرف شو محضرنا لليوم. خليكم معنا.